إصدار الـ PHP. حتى تقوم بتحرير سكريبتات لغة الـ PHP، فإن كل ما تحتاج له هو أي محرر نصوص، وليكن محرر النصوص الخاص بالويندوز. قم بفتح صفحة جديدة، ثم قم بكتابة الكود التالي: PHP PHP info. الآن قم بحفظ الصفحة باللاحقة PHP، وليكن اسم الملف firstcode.php ضمن المجلد htdocs. قم بتشغيل سيرفر الأباتشي من القائمة ابدأ، ثم من قائمة البرنامج أباتشي انقر على الأمر start. الآن قم بفتح مستعرض الويب، واكتب العنوان http localhost firstcode.php. يقوم هذا الكود بعرض معلومات إصدار PHP المنصب لدينا كما ترى من خلال هذه الصفحة. إن التابع PHP info مفيد جدا في تصحيح أخطاء السكريبتات، ولوجود الكثير من المعلومات الهامة والتي من الممكن أن نستفيد منها لاحقاً.